ورجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما شفنا في فقرتنا الاولى كان معانا 3 مواهب، برضه هيكون معانا 3 مواهب وفي نفس، بس في اختلاف بسيط، هيكون معانا 2 شعراء واحد كتابه او واحده كتابه، هنتعرف بيهم ونعرف اكتر عنهم. نبدا باسراء. ازيك يا اسراء؟ عامله ايه؟ اهلا بحضرتك. الكاتبه اسراء، ونتعرف باسلام تامر. اسلام علي. اسلام علي، ازيك يا اسلام؟ الحمد لله تمام. ومحمد الحصري. عامل ايه يا محمد؟ الحمد لله تمام. نبدا معاكي يا اسراء. اسراء، ازاي اكتشفت موهبه الكتاب عندك؟ وانا من وانا سن صغير، من وانا صغيره كنت بحب الخواطر جدا وبحب الحكم وبحب ان انا اجمع الحاجات دي وادونها. وبدات في اعدادي اقرا. في ثالثه اعدادي جات لي فكره ان انا اكتب كتاب. بس ما كنتش موفقه فيه لاني انا ما كنتش قارئه حاجه اصلا، كنت لسه في البدايه. ما كنتش بقرا كتير، مفيش خبره عندك كفايه. فجيت الحمد لله لما بدات في ثانوي بدات اكتب جد، اقرا واكتب الحمد لله. يعني ثالثه ثانوي كانت اكتر حاجه يعني دفعتني للكتابه، وكتبت في ثالثه ثانوي روايه وثلاث قصص قصيره. الحمد لله. يعني دي كانت البدايه بتاعتك. هل كتبتي لسه بتستمري في الكتابه؟ طبعا انا بقرا كتير، بحب اجيب الكتب لناس، مثلا بحب اقرا للدكتور ابراهيم الفقي ومثلا الرافعي، بحب اقرا لهم جدا. يعني مين الكاتب المفضل ليكي بقى؟ هو الرافعي ودكتور ابراهيم الفقي، الاثنين هم دول افضل الكتاب بالنسبه لي. بحب اقرا لهم جدا. جميل جدا. نرجع لك ثاني. اسلام، اكتشفت موهبه الشعر والكتابه عندك امتى؟ انا اول مره كتبت فيها كنت في ثالثه اعدادي، ولكن كنت بكتب قصص بس ما كنتش دارس. يعني ما كنتش عارف اي قواعد او غيره. جيت في ثالثه ثانوي بدات اقرا شعر، لان انا اصلا كنت بحب اسمع شعر. ومع الوقت حبيت، قلت طب ده بيكتب ليه ما اكتبش زيه. مع الوقت فضلت وحسيت ان انا حابب اكتب، نزلت اثر ثقافه، قعدت مع ناس، بدات ادرس، اتعلمت يعني مع الوقت. فانت بقى من هنا ابتدت النطاق بتاعتك. قرايه كتير اكيد طبعا. محمد، انا مش عارف انا بدات منين بالظبط، بس زي ما بيقول استاذي محمود درويش، لا نصيحه في الشعر انها الموهبه، لا نصيحه في الحب انها تجربه. فانا ما كنتش مدرك انها موهبه عندي. بس ممكن اقول لك في الاول ده كنت بكتب يعني جوابات غرام، حاجات من دي. لحد دي البدايه. البدايه الفعليه ليا، شكلك رومانسي جدا. البدايه الفعليه ليا كانت في اولى ثانوي، كتبت حاجة نص عن مصر، مسميته ابنك مصر، واتكرمت عليه وسمع جدا. من هنا بدأت بقى. اتكرمت من أي جهة؟ اتكرمت تبع المدرسة الثانوية. واتكرمت في قسم النوابين والتعلم الذكي بالغربية. جميل. فكانت نقلة حلوة. ومن هنا في الثانوية بقى كان الواحد بيتعلم، يعني كان عندي بلاغة ونحو. فبدأت من هنا. لما جيت أكتب لقيت يعني الحمد لله ربنا مديهالي فعلا، بس لحد الان ما قراتش لحد. ممكن الفتره دي بكون مندمج ان انا اقرا كتير واتعلم اكتر، عشان اطور من نفسي. اطور من نفسي، اشوف يعني عندهم فكر ممكن اصيغها باسلوب تاني وافضل منهم يعني. فهي هنا بالظبط كده. جميل جدا. اسراء، ايه النوع المفضل الادبي؟ النوع الادبي بالنسبه لك المفضل؟ الحزين والرومانسي، هم دول افضل نوع بالنسبه لك؟ انا بكتب حزين على طول، مش رومانسي خالص. كله حزين. ليه يا جماعه؟ ليه؟ استبشروا كده وافرحوا. اصل الحزين بيأثر في الناس جامد وبيحبوه اكتر من ده. حقيقة والله، ده حقيقة، وينكدوا علينا. في البدايه انت بتكتبي خواطر. طب عايزين نسمع خاطرك هنا منك. ماشي. هتتكلم عن ايه؟ خاطره بعنوان فراق مؤلم. اتفضلي بدايتها. اتفضلي. فراق مؤلم، ماذا انا بدونك؟ اكتشفت بعد سنين طوال من فراقك أني سراب يعيش على أرض مليئة بالرياح من كل جانب. تلك النبضات التي كانت تسندني، أين هي الآن؟ كنت ولا زلت أتساءل أين أنت؟ أو ربما يجب أن أقول أين أنا؟ فراقك لم يكن بشيء هين، كنت أتنعم بسماع صوتك، كلماتك التي كانت تحتضنني صدقا لم تكن مثلهم. لوهلة شعرت وكأني في الجنة. ماذا كنت أريد من هذه الدنيا بعدك؟ وماذا أنا بدونك؟ كنت وسأظل مكتفية برسم صورة لك في الخيال، أداعبها في كل وقت ومن حين لآخر،
صورة رسمتها برائحة عطرك وهمسك. يا لها من أيام حنونة قضيتها برفقتك، ولكنها الدنيا نجازف من أجل شيء ثم يأتي آخر يأخذه منا بكل سهولة. ها أنا الآن أتخبط في كل حال، لست براضية عن أي شيء يدور حولي، فهم في عيني سراب، عيني لم تعد ترى شيئا سوى صورتك، ما عادت أذني تسمع شيئا سوى صوتك، وما عاد قلبي ينبض مثل البداية، صار متعبا وإلى حد كبير، صرت صماء بكماء عمياء عن كل شيء سواك، لا أتحدث إلا مع طيفك، ولا أسمع إلا صوتك، ولا أرى إلا صورتك تلاحقني في كل مكان، أراك في وجوه العابرين حولي وكأن الكل قد ارتداك. كنت قبل أن نفترق أهرب إليك من وحشية وقسوة هذا العالم، وأحيانا كنت أريد الهرب منك فلا أجد مكانا أهرب إليه سواك، وكأني أهرب منك إليك. في النهاية قبل هذا كله وبعده، فإني والله لازلت أحبك، فيا من زرعت في قلبي كل هذا الحب له، انزعه فإني قد هلكت. أحسنتي أحسنتي، جميلة جدا مخارج الحروف واللغة العربية متمكنة منها ما شاء الله عليكي. إسلام، محضر قصيدة النهاردة، شفت نفسك وهتروح لمين؟ حاضر اتفضل، أقرب المايك منك. كم مرة حزنك زاد عليك وبكيت بجد وحاولت تخرج من اللي فيه ما لقيتش حد، فبكيت بحرقة عشان خلاص ما انتش مهم، ومشيت بقلبك بس مش عارف لفين، فقابلت شلة كنت واحد منهم، حسيت بإنك قد إيه محتاج لهم، وبإن كل الكون جميل لو جنبهم، بتحس سنك لما تتقابلوا في مكان، فرفعت إيدك قلت والله زمان أنا كان ناقصني بس أشوفك وحضنك، ما قدرتش ألعب كورة بعد ما سبتني، على فكرة لسه بشوف عينيك بتحبني، وبحن لسه لكل حاجة كانت سوا، مشتاق قوي للخبطة وقت الهزار، وسهرنا لما نلاقي بعض زعلانين، معرفش مين قال لي انتوا ليه مش متشافين، قلتيله وغيرنا الطريق، واحد نجا وواحد غريق، انا عارف ان الشلة واقفين زعلانين، بس انت عارف انك انت الاهم، مديت ايدي احضنك ما لقيتش حد، وسألت نفسي هو أنا ليه الوحيد اللي كل طموحه ينسى اللي فات من غير ما يخسر من رصيده سنين زيادة، من غير ما يلقى الحزن ما بيقطع له عادة، من غير ما يلقى الماضي مستقبل سنين، أنا نفسي أجرب يعني إيه ما بقاش حزين، أنا نفسي أجرب يعني إيه ما بقاش حزين لو حتى يوم، وإزاي في ناس بتنام طبيعي بدون هموم، وإزاي في ناس غيابها فارق عند غيرها، أنا نفسي أجرب كل شيء غايب عليا، أنا نفسي أجرب بس مش بإيديا، عينيا هي لساني وقت الحزن، فيا رب جعلنا من التايبين عن أحزاننا، وابعد عننا شرن فلان يبقى مكاننا، علشان والله دي بتموت، بتخلي الواحد عايش عمره بدون حتة، بتخلي الوحدة الأقرب له من البني أدمين، وإن همك مرة استقوى عليك وبكيتي حزين، ابكي في أوضتك أحسن لك، هتروح لمين؟ أحسن أحسنت إسلام. هل قصايدك بيكون ليها حاجة يعني أنت بتستوهمها منين؟ الإلهام بيجيلك منين؟ والله غالبا بتكون تجارب أنا مريت بيها. بس فأنا بحب أوثق الحاجة اللي أنا بمر بيها. معظم القصايد بتاعتي تجارب. معظمها هي تجارب أنا مريت بيها بوثقها بطريقتي. فبتخرجها اللي هو مثلا حزن او حاجه بتخرجها بالكتابه. بالظبط كده. جميل جدا محمد. مثل ما يكل عليك والكلام.
هقول نص الاول للغرام مساكين بعد كده هنوع عن قصيده جديده لسه بادئها يعني. طب اتفضل. ماشي. قصريا قصيده جديده لمحمد الحصري. اتفضل. عدوا النجوم في السما لقوا نجم فوق ناقص، ازاي وجودك هنا على الارض شيء عادي، ازاي تملي في قربك الجنه وفي بعدي عنك حكمك القاضي ان الغياب محتوم، لابد نفهم يوم ان الفراق مش سهل وان الفراق قاسي وان البعاد سكين وان الغرام لو زاد فيه في الغرام مساكين، ازاي ازاي وجودك هنا على الارض شيء عادي، ازاي تملي في قربك الجنه وفي بعدي عنك حكمك القاضي ان الغياب محتوم، غرقان في بحر هموم وايديك مسكاني، محتاج اعدي بخيال البرك التاني واشوفك شجره اليقطين واعيش يونس لثانيه عشان تضليني، اوعاكي تسيبيني هرجع لبطن الحوت وساعتها تلاقيني فعلا من الظالمين، انا يا حبيبتي مش يونس ده، انا والله واد مسكين، واد مسكين زرع قلبه في وسط الطين وفكر انه راح يطرح قلوب تانيه يحبك بيها من الاول، غيابك باخ بقى وطول وقلبي قلبي مني جف النبض، ونبض ليكي مش ببلاش، بقيت محتاج حياه تانيه عشان تتعاش، يوماتي بقول وحشتيني وقلبك لسه ما سمعهاش، ونفسي اسرد دواويني لكن خايف ما تقرايهاش، انا النص اللي كتبه هويس مقضي العمر كله طناش، انا النص اللي كتبه هويس وانا الشخص اللي كان كوابيس، وكنت في ليله حلم جميل بقيتي كل كوابيسي وعيني بتشكي للمناديل، يشهد عليك النيل ويا كورنيشو رود الفرج بالليل وكبرى قصر النيل شارع المعز الصبح، يشهد عليك الجرح والدمع وسط الفرح، يشهد عليك الليل ويا البيبان ترابيس، دايما بخاف من النوم علشان بشوف كوابيس، وابكي في وسط الفرح عمدا بكون حساس، علمني حبك ان احزن والله انذار ما كدبش يا ناس، انا حتى عملت مشاعر مداس ومداسها ما جاش على مقاساتي، دكتور الحب سالته كتير قال لك هتعيش زي حالاتي، ما فهمتش فعلا يقصد ايه، لكن كان في نظرات في عينيه دايما بتقول الحب ده اكبر نعمه اكيد لكن لو دامت كده على طول، نصبوا الفاعل رفعوا المفعول حتى المنصوب اصبح مجرور، ومعادش خلاص في الحب اصول، ومعادش الليل زي ما سبتي كان لازم اقول لك كلمه زمان علشان اقدر اعيش دلوقتي، انما يا حبيبتي الليل فعلا بخيالك والقهوه الساده والغرفه المعتاده لجرحي وست اللي الدمع عليها اشبه برصاص عابر فيها، وبعيش الموت ثانيه بثانيه وان خلصت كوبايه القهوه فرمان للبن بكوبايه تانيه، واتعب بالليل جدا عادي وما اتعب يجيبولي طبيبي كل ده وقلب اللي حبك لسه بيسميك حبيبي. جميله جدا يا محمد. الله يخليك. بس هي حزينه اكتر من هي رومانسيه يعني، ما ننسى مال الغرام مساكين. لا فيها حزن كده اكتر يعني. هل ليها معنى؟ ليها معنى كتير قوي ده. لا لا خلاص مش هنتكلم عنها كتير. ماشي كويس. لاش حزن. نرجع تاني لإسراء. إسراء هل ليكي كتب جايه ان شاء الله اصدارات؟ انا الحمد لله بفضل الله في مبادره كانت على الفيس كانوا عاملين مسابقه يعني خواطر. فانا شاركت كتبت خاطرتين وشاركت بيهم. شاركت بيهم فان شاء الله يبقى كتاب مجمع اسمه بتوقيت الحزن في معرض القاهره ان شاء الله السنه دي. حكايه كاتب. مبادره حكايه كاتب. جميل جدا. محضره خاطره ايه ثانيه؟ خاطره بعنوان هجرانك لي. اتفضلي. ماشي. الشخص الوحيد الذي كنت أود أن أخبره عن هجرانك لي هو أنت،
كنت أود أن أشتكيك إليك، لكني عجزت عن النطق فاتضح أمامك أني لا أهتم، ولكن ليتك كنت تعلم بأني كنت أود احتضانك ولو لمرة أخيرة. كنت أريدك أن تبقى ولتعلم مذ أن هجرتني وأنت لم تفارق تفكيري أبدا، قلبي معلق بك. ففي كل يوم أذهب إلى الصلاة وألتقط هاتفي لأخبرك أنه قد حان وقت الصلاة، فأتذكر أنك لم تعد موجود فيتألم قلبي كثيرا. كم كنت أحب أن أذكرك بالصلاة لتقول لي ها أنا ذاهب، انتظري فور عودتي سنخرج لنتمشى قليلا. أتألم اليوم بدونك وأنا لا أجدك لأخبرك أن صلاة الفجر في موعدها خير من النوم. أتألم لأني لم أعد أحكي لك تفاصيل يومي. أتألم لأني لم أخبرك بأني قد أحرقت الطعام ولسعت إصبعي وبكيت بكاء شديدا. فكما تعلم أن لسعة الإصبع ليست بشيء هين، وأن جسدي يتحسس من كل شيء، وأني أنهار بكاء على أتفه الأشياء. ولكن تعلم أيضا بأن لسعة الإصبع ليست بشيء هين، فهي مؤلمة جدا كما فراقك. ما عدت أيقظك في منتصف الليل لأخبرك أن الأمان في هذا الوقت ستتحقق، وأن ركعتي قيام الليل خير من الدنيا وما فيها. ها أنا اليوم ذاهبة إلى الصلاة بمفردي لأتحدث مع خالقي قليلا وأخبره أني اشتقت إليك، فإن كنت خيرا لي أعادك إلي، وإن كنت شرا جعلك خيرا ثم أعادك إلي، فهو على كل شيء قدير وإنه على رجعك لقادر. يطمئن قلبي كلما تحدثت معه سبحانه، أشعر وكأن كل الطمأنينة التي في العالم قد وضعها في قلبي أنا، ليخبرني أنه إذا ما ذهب أحد كنت أحبه فإنه موجود بجواري وبقربي ويحبني، وأنه خير طبيب لقلب محترق. أحسنتي أحسنتي يا إسراء. وجهي كلمة شكر للناس اللي وقفوا جنبك وساندوكي ووقفوا معاكي عشان تكملي. أحب أوجه كلمة شكر طبعا لعمامي وأخوالي كلهم، والدتي ووالدي وأختي، وأحب أوجه رسالة شكر خاصة لخالي ممدوح وصاحبتي آية الحمد لله، وأختي دينا هم اللي واقفين في ظهري وسنديني. أحب أشكركم جدا جدا وأقول لهم لولا أنتم ما كنت هنا. شكرا جدا إسراء. إسلام هتقول لنا قصيدة دي؟ أقول هقول نص تاني بس مبقيت شخصيته. اتفضل بسرعة. تعبت يا رب من خلقك، تعبت يا رب من خلقك، وتعبي كل يوم بيزيد، ومش قادر أقرب لك ولا مرتاح بكون بعيد، بفضفضلك بكون مرتاح وببكيلك، ويوم يا رب ما بجيلك بحس بإنه فعلا عيد، وبحلف إني مش هرجع وهملى قلبي بالإيمان، وتيجي الصدفة تجمعني بواحد كان معايا زمان، ألاقي قلبي بيدمع وبيرجعني للماضي، ألاقيني بقيت شخصين، واحد بيقول لي قوم كمل ده كل الحزن مهما اشتد كلام فاضي، هتكسب ايه من الاحزان غير الاحزان، هتكسب ايه من الماضي اللي بتعيده غير انك بس بتقويه وبتخليه يتحول منك مستقبل، وان كل الناس قالت فهماك فانت لوحدك مستقبل كل الضربات، وهتعمل ايه في الضغوطات غير انك هتقضيها عياط وهروب من الواقع يوميا، والتاني يقول لي انت ضحية عملت اللي عليك وشوية، مع ذلك برضو الناس سايباك، خليك وحدك ما انتش وحدك الماضي معاك، حاضر ايه اللي تعيشه وحبايبك مش جنبك فيه،
وانا واقف بينه وبين نفسي مش عارف اختار، والدوشة اللي في عقلي بتكبر، فقع على الارض وانا منهار، وافوق على عالم مش عارفه وحاجات مش عارف ملامحها، اتاكد اني خلاص ميت والكبرى مرعوب للمحة هتموتني، فاسمح صوت بيقول ابني واخدينه على فين، ويجيلي اتنين لابسين الوان مش عارف احدد ملامحها، وكتافي كمان ما بقتش تقال علشان ما بقاش فيها ملايكة، ويبدأ واحد فيهم بسؤال لاخترت الدنيا على الاخرة، هل فاكر انك مش راجع؟ ليه سبت الوقت يضيع منك في الفاضي وبس؟ الميت مش زي الدنيا عندنا بيحس، هل قادر على لسعة كبريت علشان تستحمل غضب الله؟ طب شفت ازاي ربنا بينور كل اللي اختاره ومعاه؟ وان عشت تعاني في الدنيا فهتعرف هنا اصل المعاناة. شكرا جدا يا اسلام. كلمة شكر اللي وقفوا جنبك وساندوك. لا والله هم ناس كتيرة جدا، طبعا اولهم امي، لان امي طبعا هي جمهوري دايما من ساعة ما جيت على الدنيا، واحمد خليفة واخواته واخواتي كلهم بلا استثناء يعني. قول واجه كلمة شكر للشباب واللي وقفوا جنبك. اول حاجة اللي وقفوا جنبك والشباب. انا هوجه شكرا، اوجه برضو لامي لحسن، اول واحدة بتسمعني واول حاجة، ويعني الانسانة اللي عملت مني زي ما بقوله شاعر، بس لا ده لقب كبير جدا لسه بادئ عليه. ووجه شكر لكل اصحابي اللي ساندوني، لو حتى بلايك او كومنت. جميل. وجه كلمه للشباب اللي وقفوا واوجههم انهم يكملوا ما يقاسوش. والله لو هوجه هقول لهم اكتبوا، يعني انا لم اجد مفرا من هذا العالم سوى اللجوء الى قلمي بس، فيعني اي حاجه تفيدهم بعد كده. شكرا، اشكركم جدا، كنتم منورين النهارده في حلقتنا. دي كان ختام حلقتنا النهارده، بشكر كل اللي كنتوا جايين معايا، وطبعا بشكر عازف النهاية عمرو عبقرينو، شكر كبير جدا، اكتر واحد تعبان في البرنامج. انتظرونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده من برنامجكم وبرنامجنا وبرنامج كل المشاهدين بين الكلمات.